المنبهات الطبيه، وشفنا اللي كانوا في الليد ان ليد اوت سامبوزيوم، معناتها تم تطرق لنوعيه هذه البيلات بلوتو البيلات لي بيس ميكر، هذوما اللي تحطوا في مستوى القلب فريمون. زاد لهنا نحكيو على عالم اخر وتطور كبير وكبير جدا. عفوا احنا شفنا توا ارتفاع دقه القلب، توا باش نمشيو شابيتر انخفاض دقه القلب اللي هو زاد دقة ناقصة، دقة بطيئة. كما قلنا الدقة كي تبدا بطيئة برشا مش معناها ديما فيها مشكلة. احنا نعرفوا كو لي غران سبورتيف، العباد اللي سبورتيف ينجم يكون حتى في 40 دقة ولكن ما يحسش، ما عندوش أعراض. ينجموا زادا كما قلنا العباد اللي عندهم الغدة الدرقية ما تخدمش بالكدا يكون عندهم زادا انخفاض، ولكن سورتو ثم عباد سورتو العباد كبار شوية في العمر تنجم تكون عندهم سكون أبيل بلوك أوريكولو فونتريكولير، السيركوي إلكتريك نتاعو ولا اوزي، معناها تهرى ولا ما عادش عادي كومبليتمون، يوصل قلبه يدق في 25 اي بي، ينجم يعمل تراسي بلا، وينجم وقتها ما عادش تجي فتره معينه ما عادش يوصل له القلب، معناتها الكريزيتي سكت كيما نقولوا الكريزيتي سكتت، الدم ما عادش يوصل المخ، وقتها يعمل السانكوب سا دور دو مينوت با بلوس، وبعد يقول لك كيلكو سكوند، وبعد يقول لك يقول عليك معناتها نتذكر روحي كنت نحكي، ومن بعد فقدت، ومن بعد قال قيموني، معناتها حكيت لحظات. تعجبني كلمه الكبار، قال لك داخ ما في عينه بلا، داخ ما في عينه بلا، فما حتى بخود غام كل لابس عليه كنتك، معناها يقول عليك في شيء ساسي بيزار. هذا يلزم معناتها فوالا هذا اللي تلقاه كي نعملوا التخطيط، نلقاه قلبه يدق في 25 في 30 شويه بكل بيان سور، ما تجيش ما تغفلت با على مختلف اعضاء الغرور، العضله تحكي على عضله تدخل الكفه العضله الكفه التنفسي يفقد الوعي فوالا. دونك هذوما، وثما ساعات ثما عباد حتى اي سون سويفي اون نورولوجي، ساعات برشا عباد تقام عند طبيب الاعصاب، اوغ مش مشكله نتاع عصب، مشكله نتاع يخسيلوه بسرعه يسخايبوه بسرعه صرا، الوغ هو لا سورتو كي يبدا واحد عمره كبير في 60 65 ماهوش وقت صرا. دونك برشا ساعات يجيك بعد كلكو موا بعد شهور يطلع عنده هذا الانخفاض في دقات القلب، وكي ركبوا لهم البيله جوستومون البيله هذه اللي بالخيوط الاعراض الكل تتنحى، يولي يرجع لباس عليه والدقه ترجع عاديه. ثم هذه النوع الكلاسيكي نتاع البيله هذا اللي بالخيوط نركبوا لهم، ثم بخيط تحت الجلد بخيط جراحه ثلاثه غرز ندخلوا لهم زوز ولا ثلاثه معناتها خيط ولا زوز خيوط، ونركبوا البيله تحت الجلده ونشارجيوها، ومعناتها ونعملوا كونترول خاطر عندنا زاد ماكينات نكونترولوا بها الفريكونس وكل شيء، وجينيرالمون سا سباس تخي بيان. وكل 10 سنين المعدل 10 سنين بيان سور كيما بيلة الراديو قد باتري بالباتري قد ما تستعملها قد مش تشوفها في ساعه شو يعني قد ما نستعملها خبيث القلب يدق اي فلا القلب مثلا تبع عبد فما عبد مثلا الحاله هذه تجيها انترميتونت مش ديما فما عبد ديما قلبه ضعيف القلب اللي عبد ديما باش يستعملها اكثر بيلة تخدم فما شكون اللي عم يستعملها 100% فما شكون يستعملها 20% فما شكون 15% اللي باش يستعملها 100% ما تشدوش تشدو 9 سنين اللي باش يستعملها 10% تتنحى وتعاود تنجم تتنحى وترجع البيلة كي توفى عندنا كي قلنا تشارجيها عندنا لاباري اللي يفيقوا بها نعملوا عمليه اخرى نعملوا عمليه اقل ونحيوا اللي فيه وندخلوها في بيلة جديده نخليو الخيوط ندخلوها في بيلة جديده. وثما شكون يبدو مرتين وثلاثه واربع مرات هذاك علاش ساعات تصير مشاكل جوستومون في فما زاد لهنا ثم